هي قصة ببساطة إن إحنا تواصلت مع بوبينزا لأن هو الراجل كان في أمريكا بعد نادي الشباب وكان حابب يرجع للشرق الأوسط تاني والسعودية تاني والميدل إيست بصفة عامة، وتواصلت معاه واتكلمنا وكان في اهتمام من نادي الأخدود السعودي وابتدى يبقى في تفاوض ما بيننا وما بينه، نوصل لصيغة اتفاق ما بين النادي وما بين اللاعب، ويعني في الآخر ما اتفقناش، حاولنا نشتغل على حاجات تانية مع بعض لغاية ما جت فكرة نادي الزمالك. كلمته على الموضوع وكلمته طبعا المقابل المادي في نادي الزمالك مش هيبقى نفس المقابل المادي اللي هياخده في السعودية، لكن في حاجات كتيرة في نادي الزمالك مختلفة كجماهيرية كنجاح كبطولات، عجبت الفكرة عجبته وابتدينا نتحرك عليها وابتدينا نشتغل واتكلمنا مع نادي الزمالك ووصلنا لصيغة عقد اعتقد كانت محترمة جدا ما بين بوبينزا ونادي الزمالك. كان الكلام مع مين في نادي الزمالك؟ كان مع كابتن حسين لبيب مع الاستاذ عمرو ادهم وكابتن احمد سليمان، وابتدينا نتحرك في الموضوع وبعتنا عرض رسمي للولد وبالشروط اللي اتفقنا عليها وهو وقع. العرض كان 3 سنين صح؟ كان مظبوط 3 سنين، 800,000 دولار، 900 مليون وشويه صح كده؟ مظبوط تمام. كان في حاطط مثلا حاجات معينه اللي هو لو هداف الدوري او توج ببطوله دوري ابطال افريقيا او كده؟ شوف ولا هو اولا ان بوبينزا كان في السعوديه او في حتى هو في امريكا كان ارقام اللي بياخدها ارقام كبيره جدا. كان كام مثلا؟ كان بتعدي 2 مليون دولار. لما وصل نادي الزمالك ووصلنا للارقام دي طبعا حطينا مكافئات تقدر تعوض بس مع الاداء مع البطولات مع كل حاجه، واعتقد ان دي كانت صيغه كويسه للنادي واللاعب. يعني فجاه بوبنزا كان جاي، كان تقريبا اول مره كان جاي يوم الجمعه طياره، بعد كده تم الحجز يوم الاحد، بعد كده يوم الاربع، بعد كده بوبنزا مش موجود، بعد كده كان احد الصحفيين تقريبا في الجابون كان عامل مع حوار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ببساطة ان احنا من الاول كنا عايزين الموضوع يبقى في سرية تامة، وبداية المفاوضات لحد توقيع العقد كان في سرية تامة، محدش يعرف اي حاجة. لما ابتدى الخبر يتسرب ابتدت اطراف كتير تدخل في الموضوع، ابتدت اطراف كتير تهدد الولد، ابتدت اطراف كتير تخوف الولد من نادي الزمالك ان دي خطوة مش صح، ضغوطات من كل حتة، لغاية ما دخلنا بقى في الدايره دي ان هو مش هيجي، ان هو بيدخل في نادي تاني، في عروض تانيه، في كل حاجه هي اللي وصلتنا دي. التهديد بقى كان من مين؟ عشان طلع كلام ان في احد اعضاء مجلس الاداره في المجلس الحالي هو اللي بعت لبوبينزا ان هو ما تجيش نادي الزمالك، وكلام تاني مجلس الاداره السابق هو اللي بعت لبوبينزا ان النادي عليه قواضي ما تجيش مش هتاخد الفلوس. الحقيقه فين بالظبط؟ انا ما اقدرش اقول مين اللي بعت، بس الواقع ان الولد جاله حاجات بمشاكل بقضايا النادي الزمالك. في حد بعت له؟ طبعا في حاجات من مصر له. انا ما اعرفش هو مين بعت، بس هو بعت لي حاجات مبعوتة له. بعت لك بس ما قالكش ده من مين مثلا؟ لا ما قاليش طبعا، بس بعتت له حاجات ان هو جات له نادي الزمالك والمشاكل والفيفا والقصه وما تروحش هنا وده غلط وكل الكلام ده كله. وطبيعي لما اللعيب بقى عنده عرض فبقت الانديه تانيه كمان عايزاه فاهم؟ اي بي سي في المفاوضات ان انت لازم تبقى في سريه تامه لغايه ما العقود تتمضي والولد يكون موجود وكل حاجه. تمام. طب انت كان ردك ايه عليه؟ لا وضحت له ان كان في مشاكل والمشاكل اتحلت واحنا في مرحله جديده في النادي والناس كلها ملتزمه وما فيش اي حاجه يقدر يقلق منها او يخاف منها. يعني هو في الاول في الاخر جاي نادي كبير ملتزم بتعاقداته بكل حاجه، فما كانش في مشكله في الموضوع ده. تمام. عايزين بقى نعرف هل بوبينزا مضى على عقد مع نادي الزمالك؟ يعني العقد ده كان ايه؟ عباره عن ايه برضه؟ عشان الناس مش عارفه، يعني كله بيقول بوبينزا مضى وناس تقول ده هو مضى على عقد الكتروني وما مضاش على العقد الخاص بالاتحاد المصري، فاذا هو مش لاعب لنادي الزمالك. فالموضوع الموضوع إيه؟ ببساطه ان لما يتبعت عرض رسمي في كل العناصر المطلوبه بكل تفاصيل اللي هتبقى موجوده في العقد، واللاعب بيوقع عليه بيعتبر ان هو عقد ملزم للطرفين. يعني هو اتبعت العرض اللي هو اللي كان هيمضي عليه هنا في مصر بالظبط، مش عقد اتحاد الكوره. عقد اتحاد الكوره ده شان داخلي للاتحاد المصري لكره القدم، لكن اللي ملزم ما بين الطرفين ده تم توقيعه ما بين نادي الزمالك وما بين اللاعب، اللي هو العرض الرسمي اللي هي بصيغه اتفاق في كل التفاصيل والعناصر المطلوبه الموجوده تكون موجوده في العقد. حلو. وده بيحول العرض لشيء ملزم للطرفين. يعني مثلا ما فيش شرط ان هو العقد ده هيتفعل لو انت جيت عملت الكشف الطبي في مصر، او العقد ده هيتفعل لو انت جيت ووقعت على العقد المصري، الموضوع ولا ايه بقى؟ موضوع الكشف الطبي ده شيء او نقطه عشان النادي بتامن النادي. تمام. مش من حق اللاعب يفسخ بيها.
بيحصل في اوروبا مثلا، يبقى في نادي او لعيب عقده بينتهي في شهر 6 مثلا، وهو يوقع في يناير. في يناير هو بيوقع، ومن حق النادي ان هو يوقع، وقانونيا النادي حقه يوقع. لكن لو جف في شهر 6 ما عداش الكشف الطبي، النادي من حقه يفسخ. فدي حاجه بتامن نادي الزمالك وبتامن النادي، مش من حق اللاعب انه يفسخ بيه. طب هو التوقيع ده كان بالفيديو مثلا، او يعني مثلا احنا مثلا شفنا فيتوريا ساعه ما كابتن حازم امام راح له البرتغال، الفيديو كان بيوقع العقود. هل بوبينزا وقع مثلا بالفيديو او مثلا على طريق الزوم؟ لا هو وقع قدامك على الزوم. لا لا هو وقع. ولا كان الموضوع هو وقع وارسل التوقيع ده والعرض ده من الايميل الرسمي بتاعه للايميل الرسمي بتاع نادي الزمالك. اوكي، بس الموضوع كده خلاص. وده شيء قانوني وده الطبيعي في توقيع العقود الالكترونيه. السؤال بالنسبه لجماهير نادي الزمالك كانت بتساله، ليه ما حدش سواء وكيل انت اعتبرك ان انت وكيله في الشرق الاوسط، او حد من مجلس الاداره سافر ليه مخصوص خلاه يوقع؟ هو اولا انا مش وكيل في الشرق الاوسط. تمام. انا كنت اللي موجود يعني بخلص الموضوع ما بينه وما بين نادي الزمالك. النقطه ان احنا كنا خلصنا كل حاجه. يعني هو الوكيل اللي... طب وكيل المكلف في الشرق الاوسط مين؟ شركه مثلا؟ انا ما اعرفش، لان انا لما سالته وابتدينا الكلام هو وضح ان هو ما عندوش وكيل. هو بوبينزا. بوبينزا. تمام. وطلب ان الموضوع يبقى في سريه تامه، وعايز يخلص كل حاجه ويكون موجود في مصر. فهو ما قالش ان هو ليه وكيل، وما تعاملناش ان هو ليه وكيل، وخلصنا كل حاجه مع بعض. حتى هو وقع مباشره من غير ما يبقى فيه وكيل او يطلب اي حاجه، وخلصنا الموضوع لنادي الزمالك. وبعدين بقى حصلت المشاكل الاداريه. طب وعدم سفر ليه اي شخص سواء؟ ان انت كنت خلصت كل حاجه. ما هو انت بتسافر عشان توقع او عشان تتفاوض. حلو. احنا تفاوضنا ووقعنا، خلصنا كل حاجه وبعتنا تذاكر الطيران، والولد كان المفروض خلال 48 ساعه يسافر. بس في خلال ال 48 ساعه او 72 ساعه اللي هو المفروض يسافر فيهم، حصل التسريب اللي حصل، وبقت السيكونسز اللي حصلت بعد كده لغايه ما وصلتنا لده. تمام. اتقال ان الشركه المالكه ليه اللي هي كانت في فرنسا، اتقال ان هو جاله تهديد بالقتل ليه او لاحد افراد اسرته. ما اقدرش اقول ده حصل او ما حصلش، لكن طبعا كل اللي حصل معاه بالنسبه لي شيء غريب. يعني دلوقتي بقى نادي الزمالك المفروض كان اخذ واعلن رسمي على صفحته الرسميه نادي الزمالك على الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي ان هو خلاص اخذ البطاقه لبوبينزا. تمام. المفروض كده البطاقه موجوده في مصر. بعد كده نادي بوخارست الروماني اخذ البطاقه عادي، وبوبينزا بيلعب، لعب 4 ماتشات ودخل تقريبا هدف. ازاي بقى؟ هو اولا التيم اس اللي بيجي عنده عن طريق البطاقه الدوليه. تمام. شيء مرتبط باتحاد الكوره والاتحاد الدولي، محدش يقدر يلعب فيه. انت بتحط اوراقك كامله، بتتم الموافقه من الاتحاد اللي كان فيه البطاقه، واللي هو هنا الاتحاد الامريكي، عن طريق الفيفا للاتحاد المصري. فما فيش حاجه تقدر ان انت تجيب منها البطاقه منك لنفسك. اوراقك سليمه، بتحط الاوراق كلها على السيستم، بيتم الموافقه، بتجي لك البطاقه. ده اللي حصل مع نادي الزمالك. فلكن الموضوع بعد كده لما الولد وقع لنادي تاني ابتدى يبقى فيه نزاع قانوني. فالفيفا اول حاجه بالنسبه له مصلحه اللاعب ان هو يلعب لحد ما نشوف القضيه توصل لفين، وده اللي حصل. طب والزمالك بقى دلوقتي بعت يعني خلاص قدم اوراق وشكوى في اللاعب ولا لسه؟ انا يعني المعلومات ان نادي الزمالك بيتحرك وبيجهز كل حاجه، ملف كامل للقضيه. هل الموضوع بقى فيه قضيه رسميه او لا، انا ما اقدرش اعرف ده حاجه يوصل عن نادي الزمالك. لكن اعرف ان نادي الزمالك بيجهز كل حاجه وبيحضر كل حاجه عشان يرفع قضيه ويحافظ على حقوقه. يعني اتقال ان المدير الفني البخارست هو السبب ان هو يكون موجود هناك، الكلام ده صح؟ ما اقدرش اقول المدير الفني ولا لا. يعني انا شايف ان السبب اللي حصل ده كله من تم تسريب الخبر، فبقى في بروباجندا حوالين الولد، فجات له عروض تانية مع الضغوطات وصلته لكده. بس برضه انا اقول لك سؤال برضه اعترض على تسريب الخبر. اي صحفي او اي مكان في العالم طبيعي ان انت بتسرب، يعني بتعرف تفاصيل الخبر. يعني اي نادي مثلا ريال مدريد بيكون عايز لعيب في امريكا الجنوبيه عنده 17 سنه بيكون عارف اللي هو هيجي ويروح يتفاوض معاه، والعالم كله عارف ما بيحصلش حاجه. بص، فيعني فكره اللي هو تسريب الخبر اللي هو يبوظ الصفقه، انا شايف بعض الشيء ان هو يجي ان هو التسريب هو سبب بوظان صفقه، شايف ان ده ممكن شيء بعيد. بص اقول لك على حاجه، انا وانا بتفاوض مع لعيب ممكن في مرحله معينه انا بعايز اقول للاعلام. حلو، صح جدا، عشان انا عارف اللعيب ده كويس او لا، وهاخد باور من الجماهير ولا لا. بس تمام. وفي مرحله معينه المفروض ما تتكلمش فيه لغايه ما اخلص. ماشي، بس انت بتقول ان كان العقود اتمضت بالفعل، يعني كل حاجه خلصت. شوف هقول لك على حاجه، في صفقات لازم تخلص فيها كل حاجه قبل ما تتكلم عليها، فاهم؟ خصوصا
ان ممكن تكون صفقه كبيره، صفقه تفرق معاك او هتعمل فيها اي حاجه. فالصح او التفاوض الشكل التفاوضي السليم ان انت ما تتكلمش في اي حاجه غير لما تخلص، فاهم؟ ومين اللي في ايده ان هو يقول او ما يقولش؟ نادي، فاهم؟ الاطراف اللي في الموضوع ماشي. بس فهو الموضوع اتسرب انا ما اعرفش عن طريق ايه، وده انا وجهه نظري ان هو ده بدايه المشكله يعني. بس انت بتقول ان اللعيب كان بالفعل وقع على العروض. طبعا ما هو طب التسريب هيضر في ايه دلوقتي؟ ما هو وقع. انا بالنسبه لي الدائره كلها لازم تتم، تمام؟ انت لما اللعيب بيوقع انت ضمنت حقك القانوني، انت عايز الولد يكون موجود وعايز يكون بيلعب، عايز فعلا وهو يكون موجود هنا في القاهره طبيعي. فاهم اقصد ايه؟ وفي صفقات كتير جدا في العالم لما هي تسربت او تعرفت الموضوع باظ. فاهم اقصد ايه؟ يعني ساعتها هل اللعيب يعني هو اللعيب مضى عقد، هل هيطلب مثلا طلبات ماديه اعلى مثلا لو هو لا؟ ما انت عايز اقول لك على حاجه، ما هو في اطراف كتير بتخش في الموضوع طبيعي يعني. انت في مفاوضات اطراف كتير تدخل في الموضوع، اطراف كتير تحاول تبقى قصدك الموضوع، تحاول وده الواقع اللي حصل.